Power of Change، بودكاست سياسي اجتماعي اقتصادي نتعرف فيه على مجموعات كانت ناشطة خلال 17 تشرين وبعدها مكملة لليوم هو مساحة نقاش مفتوح على مختلف وجهات النظر فكرة أطلقتها كونراد إدناور سيفتونغ إيماناً بضرورة وأهمية التغيير واستكمالا لدراسه خارطه المجموعات يلي اعدتها ذا بالس مرحبا بحلقتنا اليوم من باور اوف تشينج يسعدني استضيف ناهده خليل عن بيروت مدينتي وبيير خوري عن لحقي اهلا وسهلا فيكم ناهده وبيير بالبودكاست وبدون اي مقدمات رح نبلش بسبع اسئله موحده رح اطلب منكم تجيبوني عليها بدقيقه واحده بس <applause> ببلش معك ناهدة على اي اساس تم اختيار بيروت مدينتي آه بيروت مدينتي انه الناس يلي فيها نحن لما قررنا انه نعمل حمله انتخابيه بلديه كلنا سكان بيروت او ناخبين ببيروت فانه اكيد بيروت اجا بيروت بعدين آه نحن المحور يعني الاساس هي المدينه والمدينه بيجي الانسان يلي بالمدينه ومحيطه الاجتماعي وبالتالي المدينه ولانه نحن رؤيتنا هي المدينه من الناس ولكل الناس وبالتالي هي مدينه كل الناس واحلى شيء انه لما الواحد بيكون فيها ولا ما بيكون فيها بيقول بيروت مدينتي بصير في عنده بتصير لإله بيملكها والملكية بالمعنى الإيجابي يلي هي بتخلي في انتماء والانتماء يلي بيخلي الواحد فاعل وعم يتحمل مسؤولياته كجزء من هالمدينة أوكي لحقي لحقي هو منبسط من شعار نحنا من, احنا من امن فيه هو حق الجميع في السكن الطبابي العمل والغذاء هذا الحق هو شعار دائما نحنا بنحمله من انه اول ما تاسست لحقي تحكي عن حقوق الناس بغض النظر من الناس من دون تمييز ومن دون اي اثر لاي شيء تمييزي بين الناس لا جنسيا ولا جندريا ولا عرقيا. اوكي. النظام السياسي بلبنان شيء بسيط، شو موقفكم منه؟ هو مشكلة بحد ذاته والمشكلة الأساسية هي إنه ما صار في بناء دولة بلبنان منذ نشوءها بل انبنت على تقسيمات لطوايف هالطوايف خلقت يعني وكرست نظام طائفي اجتماعي غيب دور الناس الدور السياسي للناس وعملهم حولهم فرض عليهم من ضمن نظام اقتصادي بشكل خاص عم بحكي من ضمن حولهم لرعايا مش لرعايا مذاهب مش لوطن وحول المواطن ل المواطن لتابع لتابع ما عم يلعب دوره بالنسبه لحقي آه النظام نحن هذا النظام بنعتبره غير قابل للتصليح وغير قابل لانتاج اي شيء لانه يعني هذا مثل ما ذكرت هذا هو نظام طائفي وكل نظام طائفي بيكون مبني على المحاصصه الفساد وتخويف الناس شفنا اخر اخر مره احداث الطيون كيف عززت هذا النظام وخلته يكون اكثر بيشبه بعضه بكل مكوناته <applause> انتوا مع او ضد الدولة المدنية؟ اكيد مع الدولة المدنية، يعني انطلاقا من اللي... اللي ما في حل للبنان غير بالدولة المدنية يلي بتقضي على الطائفية مش بس بالنصوص، كمان بالنفوس، يعني في شغل كتير على الأرض مع الناس على البنية التحتية ودولة بتعطي حقوق بتعطي حقوق لكل المواطنين يلي فيها من دون أي نوع تمييز ويلي بت بتكرس دور المواطن وبالتالي المواطن بيكون يعني فاعل فيها وبصير فيها بتتكرس فيها دولة المؤسسات والمساءلة والمحاسبة لأنه من هون بدنا نبلش نحنا وما بيكون فيها يعني بيكون فيها الولاء للوطن مش لمذهب اوكي بالنسبه للي حقي نحن بالنسبه نحن بنامن بالدوله العلمانيه يلي هي البيزك, البيزك تبعها هو فصل الدين عن الدوله هون المتعارف عنه دائما بنحكي بدوله مدنيه بمعناها انه لازم يكون في الغاء طائفيه وقانون احوال شخصيه موحد نحن بنروح ابعد من هيك بنظرتنا للنظام العلماني نحن نظرتنا للنظام العلماني هو عمليه كمان التربيه انتقال من التربيه الدينيه للتربيه الثقافيه بمعنى الانتقال من تربيه على العقيده للانتقال لتربيه هي الثقافه يعني تعريف تاريخ كل طائفه او مذهب تكوينه اساسه بالمقاربه الاقتصاديه كيف شو نظرتكم لكيف الدوله عم او السلطه السياسيه عم تقارب الموضوع الاقتصادي؟ اول مره بصير في تشخيص للمشاكل تحديد, تحديد الخسائر وتحديد ارقام الخسائر. هلا هالشيء هالشيء ما عجب اكيد الاحزاب السياسيه الممثله بالمجلس النواب يلي عرقلتها ويلي ضربت مصداقيتها اخترعت ارقام تانية ما أحكي التفاصيل لحق نقول ورئيس الجمهوريه فنسفوها من اساسها، اليوم رئيس الحكومه عم رجع عم, عم المئات ومجلس الوزراء عم يعتمدوها ما فيها عداله لانه بتساوي بين المودعين والمستفيدين ما فيها ما فيها اصلاحات جديه فيها اصلاحات ما بتتنفس خلال ثلاث سنوات مثل ما قايلين وفي غياب تام للمساءله ولمحاسبه المرتكبين اوكي اوكي انا بدي انطلق من بيان الوزاره لحكومه مئات بيان الوزاره حكي عن الكابيتال كنترول وهلا الكابيتال كنترول مثل ما بنعرف انه تهرب بالتهرب فاللزوم ما لا يلزم حكي كمان عن اصلاح النظام المصرفي واعاده هيكله ما يلزم ونحن لازم نفكر باعاده هيكله القطاع المصرفي وهون بهيدي الجمله جرب يقاوم ما بين الوزراء شو كل واحد كيف بيشوف النظام المصرفي كيف لازم كيف لازم يكون وهون كمان في نقطه كثير مهمه اصلاح النظام المصرفي هو عملية شكلية رح تكون لأنه نحن بدنا إعادة هيكلة بمعنى أنه علينا نحدد خسائر هذه المصارف ونعتمد يا يا إفلاسها دمجة يا دمجها يا نروح على مصارف جديدة، هلا نحن آخر شيء يعني الأساس هو خمس شغلات نحن كلحق معتبر رح على السريع كابيتال كنترول الهيركات، الهيركات مش على رأس المال على الفوايد تبع المودع وضريبة الثروة وكمان آخر شيء ضريبة تصاعدية على الدخل. أوكي. شو رأيكم بطرح الحياد؟ نحن يعني متصلين بمحيطنا العربي قوميا وجغرافيا واقتصاديا وحياتيا واجتماعيا فاللي بيقول انه لازم نحن نكون على الحياد انه هذا امر من واقعي بس نحن مفترض بموضوع الحياد نكون عم نلتزم ب بسياسات جامعه الدول العربيه يلي بتحدد موازين القوى ونكون عم نحافظ يعني عم ناخذ بعين الاعتبار مصلحه لبنان ومصلحه اللبنانيين اوكي بدي عن الحياد. اوكي نحن بننطلق من مبدا اساسي من مبادئنا هو الانحياز التام للناس وحق الشعوب بتقرير مصيرها، فاذا نحن فعليا ما فينا نكون مع الحياد. لانه يعني نحن بنعتبر كل شعب بحق له بالحريه وبالسياده وباستقلاله وحريه تقرير المصير. آه شو اهميه اللامركزيه الاداريه بالنسبه لإلكم؟ آه نحن اساس آه نحن اساس رؤيتنا السياسيه هي اللامركزيه لانه نحن آه شغلنا هو على مستوى القاعده مع الناس وحتى العمل على مستوى الوطن نحن بينطلق من العمل المحلي يلي هو بحدد بنبني على حاجات الناس واولوياتها والتشاركيه يعني الناس هن شركاء بوضع السياسات العامه ولما منقول لمركزيه اداريه هيدا الشي بكرس التشاركيه وبيكرس انه السلطه المحليه يلي هي قادرة واللي هي على تواصل مع الناس ان تشرك هالناس ويوضعوا سياسات بتلبي حاجات الناس بيير اوكي نحن الشعار تبعنا هو لا مركزيه علمانيه عداله اجتماعيه يعني هي بصلب مفاهيمنا هي اللامركزيه اللامركزيه هي عندها ثلاث اسس اول شيء بتخلق مجالس محليه يعني عندنا ثلاثة ليفلز بتصير عندك انتخابات نيابيه انتخابات مجالس محليه وانتخابات بلديه هلا شو شو بتساعد اللامركزية؟ بتساعد انه تخ تكسر البيروقراطية تبع الدولة، يعني اليوم الناس بتصير تهتم بشؤون مناطقها أكثر، بتبطل ترجع ريفيرونس تبعها هي السلطة المركزية، هي أول نقطة، النقطة الثانية بتخلق عملية تشاركية بين أبناء المناطق اللي بيكونوا موجودين فيها، بتخلي هيدي المناطق تقدر تطلع ديمقراطيا القصص اللي هي بحاجه لها ثالث نقطه اللي هي الاهم تكسر التنميه الغير متوازنه بين لانه لا لانه باللامركزيه هي مركزية في عندها الشكل الإداري والمالي هذا الإداري والمالي بيصير هو الفضاء يلي يعني القضاء بيتحرك فيه أوكي بهالوضع العام اللي واضح قديش أهمية التغيير شو موقفكم من الانتخابات وقدي برأيكم هي مهمة لهذا التغيير آه، نحن لقلنا الانتخابات هي عمل سياسي أولا وبعدين انتخابي وبالتالي آه، رؤيتنا السياسية بدنا بدنا لنحققها بدنا نفوت على مركز القرار لنعمل هيدا التغيير وبالتالي الرؤيه السياسيه وبرنامجنا السياسي من منحوله منترجمه بقوانين يلي بتلبي حاجات الناس ويلي بتحل بتحل ازماتهم وبتجاوب على تطلعاتهم كمان من جهه ثانيه نحن المواطن هون القاعده يعني بترجع بتسترد دورها السياسي يلي مغيب نهائيا كان وبتختار عندها مجال لتختار المجموعة السياسية يلي عندها البرنامج السياسي والرؤية السياسية والمرشحين اللي قادرين يحملوا ويطبقوا هيدا هيدا الرؤية السياسية ساعتها هي بتختارهم حسب تطلعاتها وحاجاتها. أوكي. بالنسبة لحقي احنا الانتخابات. بالنسبة لنا الانتخابات هي وسيلة مش هدف آه وسيلة لحتى نوصل افكار نحن, فيها. نحن كتير بنآمن فيها لأنه نحن كثير بنؤمن بالبرنامج ويكون البرنامج هو من حاز الناس فهيدي وسيلة هي لخلق آه او خلق رأي عام آه يشوف شو نحن افكارنا وكيف بنشاركه بنشارك معه الافكار والانتخابات البلديه النيابيه منا وحده في عنا انتخابات النقابيه عنا انتخابات البلديه وعنا كمان استعاده اتحاد الاعمال العام اللي كمان مسروق ونحن كمان بهمنا كثير ومشتغل كثير على العداله الاقتصاديه وانشاء تعاونيات وعلى شبكات التضامن اوكي شكرا كثير لانكم لخصتوا لنا نظره واسعه وعامه عن رؤيتكم السياسيه بدقيقه نأخذ بريك وبنرجع ننتقل هلا لمساحة النقاش المفتوح لنحكي عن التجربة الانتخابية سواء النيابية النقابية أو الطلابية نحن اليوم يعني مبسوطين أنه معنا مجموعتين مخضرمتين بالنسبة للمجموعات اللي طلعت بعد 17 تشرين ان بيروت مدينتي او لحقي بغض النظر كمان عن التسميه وامتى تسموا بس اكيد النضال الثوري والتغييري كان بمراحل قبل هلا بتخبرونا عنهم خبرينا ناهد عن بدايات بيروت مدينتي باي حله واي كونتكست ومن ايمتى فعلا بلشوا الشباب الاساسيين ببيروت مدينتي انه يبلشوا يشتغلوا نحن باواخر الـ 2015 التقينا افراد ومجموعات واكاديميين وكنا عايفين حالنا كلياتنا من يلي صار بال 2015 وطبعا قبله يعني بس بال 2015 كان في زخم على الارض على الارض ايه, ايه طلعت ريحتكم وهيك وكيف كيف عملت السلطه كيف واجهتها السلطه وكيف مثل العاده قمعتها فكنا انه بدنا نعمل اي شيء وفي انتخابات البلديه تجي نعمل حزب؟ لا تعوا نعمل حمله لانتخابات لا. البلديه، ما في وقت لتاسيس وما تاسيس. التقينا مع بعض واشتغلنا كم شهر عم بحكي يعني باواخر 2015. آه آه نحنا نحن بنآمن كلياتنا بالتنظيم. سو so نظمناها، عملنا كيف اليه اتخاذ القرار، شكلنا نظمنا لجان، جمعيه عموميه، آه واول مره وعملنا برنامج وكان في لجان ما بخبرك يعني اللي فاتوا بالبرنامج بيتخطوا التسعين 90 لل 120 واحد من اكاديميين من من انا من اللي ساهمت بثلاث قطاعات بالبرنامج, بالبرنامج حطينا برنامج مفصل في بقلبه ارقام على المدى القصير شو بدنا نعمل على المدى المتوسط والبعيد وكان بيشمل كل قطاعات القطاعات يلي يلي يعني يلي بحاجه لها الناس ف حطينا معايير اول مره بيكون في فيتنج كوميتي وبتحط معايير وبتختار المرشحين على اساسها حطينا معايير لتشكيل اللايحه في بقلبها فئات عمريه في بقلبها فئات من طبقات اجتماعيه في بقلبها جندري في بقلبها بالانس جندري 50 يعني هي. 12 مرشح 12 مرشح فحطينا كل عن جد رؤيتنا لكيف بدنا نبني كيف بدنا نعمل التغيير حارجع على الانتخابات البلديه تحديدا لانه نحكي فيها مطولا وبيير بس خبرنا كيف امتى بلشت لي حقي وكيف بلشتوها هي كمان شوي بيشبه ناهد قلته انه هيدا الارهاصات تبع 2015 وأزمة النفايات هي كونت وإجت بيروت مدينة هي كونت جو عام بالبلد تغيير وإجت كمان نقابة المهندسين فجينا بال 2018 صار في انتخابات نيابية كمان في ناس معظم يلي كانوا بحقي كانوا هن عندهم باع طويل بالعمل السياسي التغييري قرر انعمل حملة انتخابية اسمها كانت لحقي ضمن تحالف وطني ارتكزت هيدي الحملة على قصص او مفاهيم جديده هي اعتماد المساحات العامه مكان للنقاش اعتمدت على برنامج اللي هو ما كان موجود ابدا اي برنامج واعتمدت الاساس على كيفيه اختيار المرشحين والمرشحات من خلال الناس, الناس اللي بيختار مرشحين ومرشحات وهن بينتخبون والعمل هو ديمقراطي تشاركي وكان من وقت تاسيسها هي بشكل بطن اب من تحت لفوق <متحدث> <applause> كمان الفكره من هذا الحوار في شيء بالدراسه اللي عملناها كذا بالز سميناه Metamorphosis اللي هو انتقال بالشكل يعني مثل الضفدعه كيف بالمراحل. كانت في الاول كم على مراحل فكمان بعتقد بين لحقي وبين بيروت مدينتي ويمكن حتى من 2011 كانوا الشباب يعني. ناشطين بمحلات من أيام مزبوط اسقاط صح النظام صح, صح, هاي ايه. هاي صح, صح يعني انا عماد لانه قال لي وقتها بالانترفيو مم. انه بلشوا تعرفوا على بعض بال 2011 وتطورت الفكره لصارت لحقي ايه يس جو اسقاط ايه. النظام كان. حنرجع على انتخابات البلديه خبريني اكثر على تميز البرنامج متل ما حكيتي وشو صار خلال الانتخابات البلديه وكيف يعني ما بعدها كمان هلا انه انه كان في ضغط كتير كتير شغل آه، ما في مصاري آه، بلشنا فندريزنج هلا نحن التب يعني النهج اللي معودين عليه الناس هن, ما هن مرشحين وشخصيات وجوه بيعرفوها نحن نزلنا ببرنامج وين كل الوقت وين المرشحين تاعولكم عندنا كثير مرشحين، عندنا مروحة واسعة من المرشحين ما عندنا حدا مخصص، أي حدا بيقطع المعايير ويقدر يحمل البرنامج نحنا فكرسنا هالشي البرنامج وهيدا أثر كمان لأنه الخصم أول مرة بينزل ببرنامج آه كمان وهيدا كان بداية فعلاً لأنه ما بقى حدا في السقف ما بقى حدا ينزل انتخابات بدون برنامج، كمان كرسنا معايير وهيدي كمان لما أو يعني كمان اعتمدناها من بعدها بالنقابه تنتفض المبادئ هي ذاتها برجع بقول انا نحن مع يكون في تنوع بالمرشحين يجوا من المناطق عنا كان من تعاونيه الصيادين عنا فنانين عنا ناس من مناطق شعبيه عنا ناس يعني في كتير تنوع وبالفئات العمريه الانتخابات شي طلعنا ليحة المرشحين بلش التمويل كله، حتى م. كمان كان عندنا معايير للتمويل، ممنوع يكون في برسنتج عالي وممنوع من غير اللبنانية وممنوع من أي مؤسسة أو أي حدا قريب أو بعيد من المنظومة ما بناخد منه. وكان آه بالمعايير عندكم ال50 50 أكيد حطيتوا الستات يعني أكيد 50 حتى ما كان عندنا نحن رجال أول مرة بينزل آه. يعني. بس نحنا نزلنا أول مرة ب 18 كانوا م. نساء اكثر من الرجال منشان هيك عوضنا آه. بالست الباقيين نحن عندنا نساء اكثر بكثير من الرجال آه وهلا نفس الشيء <applause> هلا بالنيابه هلا نفس الشيء عندنا نساء حاضرات كثير لحتى يشتغلوا آه وخدنا الانتخابات كانت تجربه رائعه آه جبنا ألف صوت للاسف آه اول شيء النظام الانتخابي هو اكثري لو نسبه كنا نحن هلا عنا 38% تقريبا من المقاعد حروح عند بيير بمساحات النقاش والمناقشات والحوارات والتوعيه يعني في الوعي السياسي اللي شبه يعني ضعيف خليني اقول باقل تقدير لحقي كانت من اول الاشخاص اللي اشتغلت على هيدا الموضوع شو بتخبرنا عن تجربه الارض اوكي نحن ال... هيدي بلشت بالانتخابات النيابيه بس كثير تكرست مساحات النقاش ب 17 تشرين 17 تشرين كانت المطرح يلي الناس قدرت عبرت عن كل شيء بتحب تحكي عنه بقلب الخيام يلي كانت موجوده من بيناتهم وكانت الابرز واكيد غير مجموعات كان عندهم خيماتهم هي خيمات يلي نصبت ب 17 تشرين يلي كمان فتحت الباب على مصراعيه على كل النقاشات وقدرت تجمع الناس وتشارك الناس بأي نقاش بأي موضوع اي ف... مواضيع التار... كانت عم تنطرح بال كان... كانت المواضيع تنطرح عده مثل انه كان وقتها كان عم ينحكى بحكومه انتقاليه فكان النقاش انه هلا بس تسقط حكومه الحريري وقتها شو الحكومه يلي ممكن نحن نرجو انه تكون موجوده وكيف شكلها ومن مين رح تتالف فكل احد هيدي النقاشات هي كانت بمشاركه الناس وقدروا عبروا بطريقه كثير مريحه وكثير بحريه عن كل شيء يلي هن الغضب يلي فيهم تجاه هيدي السلطه يلي كانت موجوده ونحن كمان من نحن دعينا باول نهار 17 كان دعوه من اللي حقي وقتها كبرت كره الثلج وصلنا لفتحنا ساحه الشهداء وتركبوا الخيمات وهيدي انا برايي هون التحويل الاهم ب 17 انه فتح افق واسع للناس يلي ما كان موجود ابدا. اوكي حنرجع حنحكي عن شو عملتوا بعد كبيروت مدينتي بعد الانتخابات البلديه اللي فعلا حققتوا فيها سكور كثير عالي. وكيف الانتقال لنقابات يمكن للعمل النقابي نقابه المهندسين اول مره وتاني مره حكينا شوي نحن بعد ما. ما خلصنا الانتخابات البلديه فجاه 32 الف صوت انه ايه بيروت مدينه شو لوين رايحين نحن ما كنا مفكرين معنا وقت كان نحن حمله انتخابيه فالضغط الناس وصار خلص يعني في ناس ناطرينك قررنا انه نعملها حركه سياسيه نظمناها حطينا الرؤية السياسية وحطينا المهمة والاستراتيجيات وانطلاقا من أنه حوالي 80% من الناس ما نزلوا انتخبوا بالبلدية قلنا بدنا نشتغل على الناس يلي ما عم تلعب دورها كمواطنين ويلي بفتكر هي يأسانة وقررنا أنه واحدة من ثلاث استراتيجيات يلي بدنا نركز عليها هي العمل مع الناس بالأحياء ونعمل ممثلين احياء ونعمل نماذج لموديل التغيير نحن الرؤيه تاعتنا هي تشكيل لجان احياء ولجان مناطق مقوننه وبتشارك بوضع السياسات العامه في اعضاء ببيروت مدينتي مبلشين وخايدين انتخابات سابقه اتفقنا جمدوا عضويتهم وخاضوا انتخابات وشكلوا لبلدي وفاتوا بعدين ب بليحه كلنا وطني هلا هل نحن بالشغل هون اجى الميتامورفوز اللي هو كل حدا راح بمحل وكل حدا راح بدايركشن بس كله كله يعني الخبره يمكن صحيح. اثمرت واثمرت يعني قوت غير مجموعات كمان صح صح, هل هالشيء صار عندكم كمان بلحقي؟ ايه نعم هي تدرجت وحتى نحن بالنظام الداخلي كان دائما عم بيتطور يعني نحن من من وقت الانتخابات النيابية بال 2018 لل 2021 كان في تدرج ودائما في اصلاحات داخل التنظيم كان اصلاحات فكرية ان كان اصلاحات تنظيمية يعني انا بقدر اقول انه نحن كمان ب 17 كان عندنا بيان وزاري متكامل عن اي رؤية للبلد بدنا اياها الرؤية الاقتصادية والاجتماعية وتدرج هيدا الشيء بعدين انه رحنا على شبكات تضامن وعم على تعاونيات لانه نحن بنآمن بشيء اسمه الديمقراطيه الاقتصاديه او العداله الاقتصاديه يلي هي اساس استراتيجيتنا هلا يلي يلي نحن طورناها وحتى انا بحب اقول شغله بالنظام الداخلي عندنا كمان تعلمنا نحن انه هيدا النظام الداخلي هو كتير تشاركي وخليناه اكثر تشارك وديمقراطي يعني نحن بنظام بتنظيمنا الداخلي هو كتير باتون يعني ما عندنا هاد نحن كلنا متساويين بالتصويت بعنا على اي اي شيء في يكون عنده اعتراض وهذا الاعتراض اذا تجمع عليه 30% ممكن يسقط والى ما هنالك من تفاصيل وهيدي تجربه فريده صراحه مش بالبلد يعني فيني اقول فريده منا موجوده بعد ولا مكان ديمقراطيا يعني ديمقراطيه واعتبار الصوت و وقيمة الممبر بالتنظيم عنا هو بتوازي أي مم. ممبر تاني أوكي. فهيدا كله عم نتعلمه وعم نشتغل عليه وعم نحسنه أوكي هاي التجربة يمكن عندكم شيء بيشبهها كمان أدت لأنه صرت هلأ صار بيروت مدينة حزب نحنا عنا عدة أنواع عضوية في ناس نحنا لأنه متطوعين فما في واحد متطوع يتفرغ ست سنين وسبع سنين ففي ناس بفوت بيكونوا فاعلين 100% بالمية, بالمية بعدين بيصيروا 50% بعدين بجمدوا بعدين بيسافروا بعدين بيرجعوا بتخرجوا انتوا ايه ايه خبرات بعدين صار عندنا خبره بالحوكمه وبالمعايير يعني م. لما بتقولي بيروت مدينه يعني حوكمه ومعايير وهيدا اللي عم وانشاء ائتلافات نحن بنامن بالعمل التراكمي مش انه والله جينا وبدنا فتحنا ملف النفايات عملنا او نحن بيروت مدينتي اللي عملنا قبل 2017 ائتلاف لاداره النفايات آه كنت انا بالهيئه الاداريه ودعينا كل الناس اللي شاغله من سنه ال 95 و97 وجبناهم وعملنا ائتلاف اداره النفايات، من بعدها دعينا وعملنا ائتلاف شاطئ اللبناني، مم. من بعدها عملنا نقابتي، من بعدها عملنا النقابه تنتفض من الناس اللي اسسوا النقابه تنتفض وكل الاوقات كنا كرست المعايير والبرنامج والتنظيم والحوكمه واليه اتخاذ القرار و تطبيق الديمقراطية بصعوبتها تطبيق الشفافية وتطبيق التشاركية ويلي كتير صعبة ويلي استصعبوها كتير ناس وحتى مرات يعني بصير في علاقات سلبية يعني انه خلصونا بقى من المعايير معلش خلينا نلطفها شوي طب معلش اذا أخذنا شوي قريب من حزب عل اللبناني على اللبناني لا نحن مش مقبول طيب هل بتعتقدوا هذا الابروتش اللي هو أم 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 خليني اقول المأسسة المأسسة والبوتم اب واللجان والرواء خليني اقول هل هو عامل قوة خاصة بظل التحديات اللي بتواجهكم م. مع السلطة آه وكنتوا عم تكبروا على بنمو بطيء بس فرشور خليني اقول م. هي هي الطريقة اللي نحن كالحق عم نشتغل فيها هي طريقه بتكسر المفاهيم المعتاده للاحزاب يعني اليوم المفاهيم الحزبيه الموجوده هي مبنيه يا على الاقطاعيه يا على الوراثه يا على يا حزب او شخص بقلب الحزب بيسيطر على القرارات وبيعمل مثل مثل هيك حاشي له نحن هيدي المفاهيم كسرناها بشكل جذري لما انت تروحي على مطرح فيه الأد ديمقراطيه وهالقد الناس قادره تعبر وهالقد الناس قادرة تعبر بكل صراحة وبكل طمأنينة وتلاقي مكان آمن لهون الناس هذا كتير أساس لأنه أنا برأي الناس يلي موجودة عند الأحزاب الأخرى هي منا بمكان آمن هي دايما معرضة أنه, أنه هش في شيء هش لأنه منه معتمد على, على بناء صلب محوره الديمقراطي والتشاركية نحن اعتمدنا العكس يعني في عندك مفاهيم هي مفاهيم متطورة progressive هي يلي عم تنبنى شوي شوي وبشكل سليم برايي بدي انقل على دور الشباب واهميته والتطوع حتى ل... لبناء هذا النوع من المؤسسات السياسيه بشكل جديد بس تعقيبا على اللي عم بيقوله قديش بتبطئ الحركه المأسسة العمل السياسي بظل الجو العام اللبناني اللي هو سريع وكل شيء بتبطئ السريع مزبوط بتبطئ بس ما عندنا حل لانه نحن ما بدنا نكون من دوله ليه وصلنا لهون؟ لانه ما كانت دوله مؤسسه يعني دوله مؤسسات هي هي عشوائيه ما في تخطيط ما في ما في في الديمقراطيه التوافقيه بعتذر مم. يعني في ما في كفاءات ما في عندك بيترشح الواحد لانه توريث سياسي لانه لانه هيدا لانه هيدا يمكن ضعيف لانه هيدا ابن عائله نحن كله هيدا تجاوزناه هالتجربة الديمقراطية مع الخبرة بتصير ممكن تصير أسرع الأمور؟ صارت لأمور. سريعة أوريدي هلا يعني أوكي. بس لقلك لك أنا أوكي. من, من وقت ما نحن أسسنا النقابة تنتفض وخضنا سنة وسبع أشهر وحققنا إنجازات فظيعة كانت بس جواباً على اللي سألتيه لبيير المأسسة هي حماية مم. والديمقراطية هي حماية أوكي. ما بقى في واحد يقول إنه لا أنا ما فيني سوري أنت أنت ماضي مم. أوكي التطوع تطوع تطوع قديش في متطوعين أوكي. وناس فعلا حابه انه هي فور فري وبدون ما تكون لها زعيم او عندها زبائنيه او عندها يامن لها رخصه ولا يامن لها شيء كيف كيف ملاقيين هلا هلا هو هو الاساس التطوع بيجي هو نتيجه انه انت مؤمنه بمبادئ معينه ومفاهيم معينه لانه يعني ما حدا بيتطوع بمطرح ما ما بيطلع له شيء الا ما يكون هالقد مآمن بهيدا المطرح وهالقد مآمن بافكار هيدا المطرح. نحن بلحق متطوعين متطوعين نحن آه. حوالي فوق 300 فول ممبر واكيد في مجتمع لحق بيتخطى ال 700 هن اصدقاء ومجتمع وسبورت بالعدد بيروت مدينتي قد ايه؟ قلت لك متحرك نحن اليوم هلا في نحن في فوتينج ممبر ونن فوتينج ممبر وفي غير السبورت للفرندز يعني بس نحن اليوم انا بقول لك بالمئات بر... ايه ايه بالمئات, بالمئات ايه. سوري بس الفوتينج لا مش بالمئات لانه نحن القرار برجع بقول لك من القاعده ما الزعيم اللي بس عندكم متطوعين ومناصرين أقول... بالمئات ايه اكيد بدي, بدي اقول شغله التطوع هو إله شيء حسن وله شيء منه حسن صح الحسن انه هذا المتطوع هو بيكون كتير مآمن بشيء بيروح فيه على الاخر منه ح... منه حسن مثل ما معروف انه بصير في اوقات بيكون كتير متطوع عاطي من وقته وبيرجع بينزل لانه حسب ظروفه الحياتيه حسب بس يكون في الوضع يكون في وضع وهلا الوضع الاقتصادي زاد زاد, زاد هذا الموضوع بس هذا ما بيمنع انه كل ما كبرتي عدد الممبر كل ما يزيد الناس المتطوعين يلي لهم آه قادرين آه اقتصاديا يتماشوا مع هذا الشيء اخر سؤال، دور المرأة بهذا التغيير بظل هالأحزاب الجديدة واللي فكرتها جديدة وطريقة عملها جديدة. دور اساسي ومفصلي، نحن الثورة كانت نساء، نحن اللي بديروا هن النساء، نحن يعني بدون انتقاص انا ما عنا جندرية نحن، انا لإلي الانسان انسان شو ما كان، بس خلينا يعني اللي وصلنا لهون مجتمع الرجال يلي حتى بالشغل بالشغل على الارض ما بيساهموا الا اذا في يا مردود النساء معودين للاسف على النن على الريبرودكت يعني لانه بيقدموا بيقدموا خدمات ببلاش ان كان أيه إيه ام والله ام والله شو وبالتالي عطاء بلا حدود عطاء, عطاء بلا حدود وخليهم خلينا نسلمهم بالمناطق اللي الستات منهم فاعلات ما عندهم هذا الدور بصناعه القرار وهيك كيف عم بيكون التوجه عندكم بالحق اوكي نحن التوجه بالحكي كثير كثير اساسي العلاقه بين الاعضاء لبلش من الاعضاء نروح على الستات كستات, غير عم بحكي كستات. عم بحكي دور ما هون إيه. للستات إيه. إيه. نحن العلاقه بين الاعضاء هي علاقه مساواه يعني اليوم باي باي عمل بنقوم فيه هو لازم يكون في توازن جندري ونسائي م. التعاطي اكيد حسب المناطق يعني الارياف غير المدن بس دائما نحن بنشجع او بنشجع المراه أن تخوض غمار السياسة ونشجع أن نكون فاعلة بقلب, بقلب المجتمع وأكيد حسب المجتمع وحسب البيئة وحسب كل هيدا وحسب نظرة المدن والأرياف لنظرة المرأة أكيد نحن نسعى بكل جهدنا أنه تتحرر المرأة ويكون في مساواة تامة حتى لازم ما نقول مساواة لازم يكون في حقوق. كل شيء حقوق لها صح. كامل الحقوق هو يعني من من المراه ويعني دور المراه واهميته بالتغيير اللي عم نطمح له يعني لا يمل بدنا نضطر نختم هيدي الحلقه بدي اعطيكم نص دقيقه نحن على ابواب الانتخابات النيابيه نص دقيقه شو فيكم تقولوا للناس باطار العمل التغييري اللي عندكم أنا بد... نحن في اليوم موجة مقاطعة وموجة ورقة بيضاء نحن منقول أبدا نحن التغيير بلش بلش نحن اليوم والمؤسسة عنا النهج اللي بدنا إياه الدولي وبالتالي وعنا الإنجازات وعنا العزيمه وعنا الاراده السياسيه ما عنا السلطه وما عنا المصاري يلي معهم إياهن ما عنا الاعلام ما عنا مصارف ما عنا... بس نحنا عنا الانجازات وعنا القدره على التغيير واثبتنا هالشي ومندعي كل الناس نحن خايدين انتخابات نازلين نساء ورجالا لنخوض انتخابات البلديه والنيابيه وهلا نحن اوريدي هلا عنا اربع نقابات عم نشتغل وعم نماسسهم مثل ما كانت النقابه تنتفض نص أنا بدي أرجع اللي قلته أنه الانتخابات هي وسيلة مش هدف أنا بدعي الناس أنه تصوت للتمويل الشفاف بدعي الناس تصوت لبرنامج مش لأشخاص وبدعي الناس تصوت لمرشحين ومرشحات قادر يكونوا يحملون مهموم وينقلها على المجلس ويحولها لقوانين لتنحاز للناس لكل الناس بهالتجربة أو ب يعني ثمار هالتجربة الغنية خليني أقول واللي هي يمكن عم تأسس للبنان الجديد ولو إنه أخذت سنين سنين ويمكن الناس اللي عم بتقولوا إنه وين وين الثورة وكله عم نحكي نحن يمكن من 2011 مع 2015 2018 كل هيدي المراحل بتجربتكم اثبتت قديش هي عم تثمر وتغني ال 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 الكل بدي أشكركم ناهده خليل من بيروت مدينتي وبيير خوري من لحقي شكرا, شكرا على وجودكم معنا وعلى الانبوت اللي أعطيتونا اياه شكرا لكل اللي كانوا عم يتابعونا والى اللقاء بحلقه جديده من باور اوف تشين